International. مرحبا بكم في تور جديد اللي كالعادة باش يبدأ بالديفير وفيه شوية فاهم تاع ميركاتو خاطر نعرفوا الناس كل مازال أيامات وندخلوا في الميركاتو دونك ديجا عندي معلومة لزوز باش نبدأ نتجريهم ديجا في الديفير نبدأ بالمعلومة الأولى اللي عنا نحكيوا على توخل الناس كل تعرف اللي توخل المدرب الألماني بتاع بي جي لا تيلي موجي طردوه بلغتنا احنا قالوا ريميرسيمون قالوا له ميرسي يزم خدمت معنا وليوناردو هو اللي شد الصحيح رغم اللي ليلتها بي جي ربحت سراسبور أربعة بلاش ولكن في ليلتها ليوناردو شد صحيح مع الإدارة نتاعو باش انه توخل ما يزيدش انهار مع بي جي دونك توخل رسميا يترك بي جي معلومة الباهية هذه معلومة الخايبة لتوخل لكن معلومة الباهية لتوخل انه بما انه صار طرد معناتها قبل ما انتهاء الكونترا معناتها ليسونسيمون ريبتور فون معناتها ما يوفل ريبتور انتيسيبي كما يقولوا الستاف نتاع توخل بما في توخل باش ياخذوا اندمنيتي ب 6 مليون دورو بلوز او موان 6 مليون دورو اونتر 6 و 7 مليون دورو هذه الاندمنيتي دو ريبتور باش ياخذوها توخل الستاف نتاعو دونك تصوروا باش يعدي صحيح باش يخسر بلاصتو في بي اس جي ولكن باش يعدي نويل وفان داني منفنفا شويه كان خلص تو بيان سور ولكن المعلومه الاخرى اللي عندنا ما ننساوش اللي بوكيتينو نورمالمون هو اللي باش يكون المعوض نتاعو المفاوضات قد ما ياسر مع بوكيتينو نعرف بوكيتينو لعب حتى كجوار لعب في بي جي دونك امكانيه انه هو يشد المقاليد نتاع بي جي وارده جدا والميديا الكل يحكيوا على بوكيتينو ك فيتور انترينور نتاع بي جي في الايام القادمه المقبله نحكيوا توا على ليبرتادورس وعلى بوكا جونيورز اللي ربح اثنين بلاش الراسينج وخلطت على سانتوس بالميرس وريفر بليت في لي دومي فينال تاع ليبرتادورس طبعا زدنا نعطيكم شويه شكون كنت شكون شراب عندنا بعد المعلومه هذيا في النتائج ولكن نجموا نخلطوا عم بنقول لكم نجموا نخلطوا على فينال ريفر بوكا مره اخرى دونك اسافوار عندنا زوج جمعيات من الارجنتين زوج جمعيات من البرازيل هنا يوريكم التفوق نتاع زوج بلدان هذوما في الامريك دو سود دونك بالنسبه للدومي فينال عندنا ترشحوا اربع جمعيات اللي قلت لكم الريفر البوكا سانتوس وبالميراس المعلومه الثالثه نحكيوا على القضاء السبورتيف الايطالي اللي بعد ما عطى ثلاثه نقاط لليوفي خاطر نعرفوا قبل منكم شهرين تالي وشهر ونص تالي كيف مباراه يوفي نابولي في تورينو ولكن كيف نقولوا معناتها نابولي اللي شادين غادي كالويلي ولا شكون قال اللي بما انه فما جوارات من نابولي كانوا مرضى بالكوفيد نابولي كل ما عندهاش حق تطلع في الطياره باش تمشي تورينو تلعب مباراه دونك منعت نابولي من انها تركب في الطياره وتمشي تلعب مباراه والقضاء الرياضي قرر انه اليوفي تنتصر سور تابي فير 3 باش توا رجعت في كلامها لليغا كالتشو وقرروا انه المباراه باش تتعاود ما نعرفوش وقتاش باش تكون المباراه هذه باش تعاود دونك اليوفي باش تخصموا لها ديجا 3 نقاط وما تزادوش نابولي دونك يستناو في المباراه هذه تلعب باش يفرقوا 3 نقاط سواء نقطه نقطه سواء 3-0 اسافرش باش تكون النتيجه ولكن المباراه باش تتعاد ونقصوا 3 نقاط لليوفي في الترتيبه لحد الان المباراة الرابعة نحكيو على ندخل في الميركاتو معلومة نحكيو على ديبالا ديبالا اللي هو في الفيزور نتاع توتنهام اللي توتنهام عملت ان إلي بريت حاضر باش انها تخلص 70 مليون يورو من اجل الظفر بخدمات ديبالا باولو ديبالا لاعب اليوفي اللي الكونترا نتاعو ليكسبير ويوفا في 2022 واللي تو مازال ما صححش وما عاودش كونتراتو مع اليوفي دونك امكانية انه ديبالا يخرج من اليوفي ويمشي لتوتنهام وارد سو مش خايب وخاصة انه ديبالا لحد الان ما دخلش في البروجرام ولا في المشروع نتاع بيرلو المدرب اليوفي مانيش قادروا فيه يلعب بطريقه منتظمه ولا برشا مباريات مع اليوفي دونك امكانيه انها تتخلص كلمه كبيره ولكن تبيع ديبالا وبفلوس نجيب لاعب اخر يمكن يصلح خير من ديبالا تاع الفورمه اللي فيها وارده جدا بالنسبه لاداره اليوفي نجم بوكيتينو اللي اذا صحح رسميا مع البي جي نجم نراو ترانسفير بيلاتيرال معناتها جوار باش يمشي من جمعيه ويجي البي جي نحكيو على الانتر نجم نراو اريكسين اللي كان تحت قياده بوكيتينو في سبيرز يجي البي جي وباريديس ملاعبي مش غريب على الكالتشو يمشي للانتر يحبوا عليه في الانتر دونك نجم نراو اذا بوكيتينو صحح مع بي جي نجم نراو باريديس من بي جي يمشي للانتر واثنين المعاكسه يعملها اريكسين من الانتر يجي البي جي
نحكيو على البرسا وعلى كوتينيو. كوتينيو اللي البرسا مخبيته مع 10 لعبه على خاطر كان يلعب مازال 12 مباراه، كان يلعبهم مع 12 مباراه هذيا وياخذ للسوي نتاع 100 مباراه باش ترسي للبرسا تخلص 20 مليون يورو كبريم في الكونترا نتاع ككلوز نتاع كونترا لليفربول. اذا يخلط هو 88 مباراه لعب كوتينيو من اللي جاي من ليفربول، كان يزيد يلعب 12 مباراه للبرسا اذا ما تخلص 20 مليون يورو لليفربول، والبرسا ماشي ناخذ تو نعرفوا اللي هي في ازمه ماليه كبيره ياسر. نخدموا ميلان سي الفريق الوحيد في ايطاليا اللي ما خسر حتى مباراه في الخمسه دوريات الكبرى في اوروبا، نحكيوا على الكالتشو بونزليغا بريمير ليغ ليغ 1 ولا ليغا. ميلان سي هي الفريق الوحيد اللي ما خسرتش ومرات من بون هلا مش مخسر مرات من نول، كانت ناس تقول لي انتر هي الاولى في المباراه اللي خذها لاتسيو، ولكن هدف في الدقائق الاخيره تيو هرنانديز لاعب غير عادي بالنسبه من رقم تيو هرنانديز في عام 2020 عنده 10 اهداف و11 تمريره حاسمه. تيو هرنانديز مع ميلان بالنسبه للسنه غريبه كيف الريال سيبت فيه، غريبة بالحق كيف الريال سيبت فيه. دونك وارقام باش نحكيكم على ارقام من ميلان اللي عنده 10 انتصارات و4 تعادلات في 14 مباراه في الدوري بالنسبه لبدايه الدوري هذوما في 14 المباراه اللي لعبتهم في 14 جوله. دونك ميلان في فورمه كبيره واتونسيون ابراهيموفيتش مازال ما رجعش دونك يرجع ابراهيموفيتش مش نعرف واش تعمل، باش يكون بالحق باش يكون منافسه كبيره ياسر السنه بين انتر وميلان خاصه هما تو اللي اقرب للسكوديتو خاصه بعد خصم 3 نقاط من اليوفي. كمينا ديفير والميركاتو متاعنا انتر جيمي ندخلوا تو في النتائج اللي تلعبت في وسط الجمعه هذيا. نبداو بالكالتشو، كروتوني تربح بارما 2-1، يوفي في مفاجاه كبيره ورقة حمل الكوادرادو منذ بدايه المباراه 10 دقائق لعب، فيورنتينا تنتصر على اليوفي 3-0، فيرونا تخسر في بلاد الانتر 2-1، ميلان مباراه ممتازه تاع ايرلانديز 3-2 ضد لاتسيو في ميلانو، روما تنتصر على كاليري 3-2، بولونيا 2-2 مع اتلانتا، اتلانتا كانت ترفع 2-0 راهو خدت عليها بولونيا وخسرتها في زوز نقاط، نابولي 1-1 مع تورينو كيف نابولي اللي عدلت، سامدوريا تخسر في بلاد ضد ساسولو 3-2، وودينيزي تخسر في بلاد بنيفنتو 2-0 ضد بنيفنتو. ترتيب ميلان، ميلان سي في المرتبه الاولى 34 نقطه بعيده نقطه واحده على الانتر في المرتبة الثانية 33 نقطة، روما في المرتبة الثالثة 27 نقطة، ساسولو في المرتبة الرابعة 26 نقطة. مرتبة الأخيرة كل من جينوا كروتوني وتورينو اللي تخدم بثمانية نقاط في المرتبة 20. هدفين رونالدو في المرتبة الأولى 12 هدف، وراه لوكاكو في المرتبة الثانية 11 هدف، وإبراهيموفيتش اللي ما بقى قادر في المرتبة الثالثة 10 أهداف. لا ليغا لعبوا زادة في وسط الجمعة هذيا، نحكيو على فالونس اللي تخسر في بلاد سيفي 1-0، بونتو سوزو بونتو ممتاز جدا، ليفانتي ويسكا 1-1 في بلادهم بوليدو لعب، سوسيداد تخسر في بلاد اتلتيكو مدريد 2-0، برسا تربح في فالادوليد 3-0، وفيا ريال تعمل 1-1 مع اتلتيكو بيلباو. نحكيو زادة على ريال مدريد انتصرت على جرانادا 2-0، وبيتيس تنتصر على كاديس 1-0. الترتيب اتلتيكو مدريد ناقصينها ناقصينها هنا بار اكزومبل على سوسيداد ناقصينها ثلاثه مباريات، فما شكون لعب 16 مباراه غريبه لمحل. دونك اتلتيكو مدريد 32 نقطه، اكزيكو مع اتلتيكو مع ريال مدريد 32 نقطه من بيناتهم فما زوج مباريات، اتلتيكو لعبها 13 وريال مدريد لعبها 15، سوسيداد كامله ب 26 نقطه مع فيا ريال كيف كيف 26 نقطه في المرتبة الرابعة، وبرشلونة في المرتبة الخامسة ب 24 نقطة. آخر ترتيب فاليدوليد هويسكا وأساسونا ب 12 نقطة، أساسونا في آخر ترتيب. الهدافين أسباس من سيلتا فيغو مع بنزيما بريال مدريد وموريلو في ريال 8 أهداف. المرتبة الثانية يكون موير زابال من ريال سوسيداد. ميسي برشلونة وسواريز 7 أهداف في المرتبة الثانية، وسولير مع الكاسير جو فيليكس ويورينتي أتلتيكو مدريد ب 5 أهداف. فرنسا لعبوا زادة كيف كيف، بوردو تخسر بلادها ضد رانس 3-1، أنا نيس تعمل 2-2 مع ليون في بلادها، أونجي تربح مارسي 2-1، ليون 3-0 نونت، موناكو 2-2 مع سانت إتيان، مونبولي تخسر ضد ليل 3-2، وبي جي تنتصر 4-0 على ستراسبور، وفي الماتش هذايا توخل اطرد من بعد بالضبط. ترتيب ليون في المرتبة الأولى ب 36 نقطة معها ليل 36 نقطة زادة، المرتبة الثانية بي جي 35 نقطة، المرتبة الثالثة برين 31 نقطة، المرتبة الرابعة مارسي 28 نقطة. مرتبة الأخيرة الكل من نيم وديجان ولوريون ب 12 نقطة كل واحدة. بالنسبة للهدفين مبابي في مرتبة الأولى ب 12 هدف، ديا تاع رانس 10 أهداف، مرتبة ثالثة إيكامبي في ليون تاع ليون 9 أهداف.
احنا كي شويه تو على الكوب نتاع الاو اف بي الاي اف ال كاب نتاع انجلترا تلعبوا اربع مباريات نتاع باش يدوا للدومي فينال. اليوم بنفورد انتصر على نيوكاسل بعد بليش. ارسنال تخسر ضد سيتي 4-1 في بلادها. وستوك تخسر في بلادها توتنهام 3-1، هدف البيل وهدف ديفيس وهدف الهاريكين. ومانشستر يونايتد كي دخل الجولات اللي يصلحوا ربع ايفرتون في ايفرتون ثيم بليش، هدف مارسيال وكافاني، كافاني قبل 88 و99 الهدف. بالنسبه للدومي فينال نتاع الاي اف ال كاب عندنا توتنهام بنتفورد وديربي مانشستر السيتي ضد مانشستر يونايتد، هذه هي الدومي فينال الثانيه. نحكيتو على الكوبا ليبرتادوريس 2020، بوكايو جونيورز كما قلت تنتصر على راسين كيم بليش وتتعدى دومي فينال. كيف كيف غريميو تخسر ضد سانتوس 4-1 وسانتوس تتعدى. ناسيونال تخسر 6-2 ضد ريفر بليت، ريفر بليت تتعدى. بالميرس تربح 3-1 ليبرتادوريس ليبرتاد. اسونسيون في الروتور 3-1 تتعدى دومي فينال. دومي فينال معناش بوكا ريفر على ذا، ولذا قلت لكم قبيله نجمو نخلطو على فاينل تاع ليبرتادوريس كيف كيف 2020 بوكا ريفر. علاش دومي فينال بوكا تستقبل سانتوس ودومي فينال الثانيه ريفر بالميراس. اذا زوز ايكيبات هذوما الارجنتينيه تتعدى للفينال باش نراو كيف كيف كيما رينا عميل تالي ولوقتاش نهائي ارجنتين ارجنتيني بوكا ريفر. نخدموا موعد المباريات بتاع الويكاند اللي في كان بريمير ليج. دونك ابرز مباريات ليستر مانشستر غدوه ماضي ساعه ونص، عن ارسنال تشيلسي 6:30، ومانشستر سيتي نيوكاسل 9، وشيفيلد يونايتد ايفرتون 9. نهار الاحد عن ليدز بيرنلي ماضي ساعه، ويست هام برايتون 3:15، ليفربول ويست بروميتش 5:30، ونخدموا بولفز وولفرهامبتون تستقبل توتنهام 8:15. هذا بالنسبة للمباريات بريمير ليك في الويكاند. هكا يكون وصلنا لختام التور انترناسيونال، نتمنى لكم مشاهدة طيبة بالنسبة للمباريات هذوما، وإن شاء الله تربحوا مع البيدو فرنسيز في المباريات اللي نصحنا لكم بهم قبيلة.